حوريكم شلون راح نشتغل على هالزر. طبعا ميزة هالزر انه هو عريض ويسمونه قرصة زر البف. فيلا نبدأ. اول خطوة، طبعا هذه الغرزة ما تنحسب لي على الابرة، اسوي 3 سلاسل، فواحد اثنين وثلاث. بعدها في اول غرزة، اول سلسلة عفوا، راح اسوي غرزة سنجل كروشيه، وراح اكمل اشتغل غرزة سنجل كروشيه لما اوصل للبداية. شنو اقصد لما اوصل للبداية؟ لاني انا قاعدة ادخل في نفس الغرزة، فراح الاحظ كل ما ادخل واسوي غرزة شوي شوي المشروع نفسه قاعد يلف بشكل دائري، وانا ابي هالشي على اساس انه يكون شكل الزر. فمثل ما انتم شايفين لفيت لفة كاملة. لاحظوا انه ما له عدد معين، يعني انا الحين اشتغلت بعدد معين بالغرز، احتمال عندكم يكون عدد مختلف حسب مقاس الابرة والخيط اللي قاعد تستخدمونه. طبعا تقدرون تستخدمون اي خيط عاجبكم عادي. بعد ما خلصتوا هذا السطر راح تكملون تشتغلون بنفس الطريقة، انكم تسوون غرزة سنجل كروشيه وتدخلون في نفس الفتحة وتكملون تشتغلون دور مدار القطعة. طبعا من التريكس او شنو يسمونه نصايح او الاقتراحات، وانتو تشتغلون على هذه الغرزة وانتو تسوون سنجل، خصوصا اذا كنتوا اللي هو سنجل اللي هو غرزة الحشو، خصوصا اذا كنتوا بالسطر الثاني او الثالث، ان لما انتون تدخلون الابرة داخل نص الشغل، لاحظوا شلون انا اشده لفوق. بهالطريقة ما يكون القطعة وايد مزمومة، فما يطلع وايد مرتب او ما تشوفون الغرز بجمالها. فالحين انا راح اكمل مثل ما انتم شايفين، وراح احاول كثر ما اقدر اني افرد. تقدرون طبعا انكم تحركون الشغل كذي اذا مو حابين انه يكون في فراغات بين الغرز، وتكملون بنفس الطريقة لما توصلون حق الحجم اللي يناسبكم. كل ما اشتغلتوا اسطر اكثر، كل ما زاد الباف وصار الزر امتن. فكل واحدة حسب مشروعها، هي حابة زر متين، حابة سطر او سطرين، ممتين، حسب شنو كل واحدة حابة. طبعا اهم شيء بالنسبة لي في هذا المشروع اللي هو الشد. ولاحظوا انا قاعدة اشتغل لمن وصل السماكة اللي تناسبني. فخل نفرض ان انا هذه السماكة مناسبة لي بهذا الشكل من ورا وهذا من قدام. تقدرون انتو تختارون شنو الاتجاه اللي انتو حابينه. طبعا لاحظوا شغلة، يفضل ان يكون لما تبون تقطعون الخيط يكون شوي طويل اساس تقدرون تستخدمونه للتثبيت. بس قبل نثبت الزر اكو في خطوة لازم نسويها. راح ناخذ ابرة خياطة العادية، طبعا ابرة الخياطة اللي يدخل فيها الخيط، لان ابرة الخياطة العادية الضعيف ما راح يدخل. فلاحظوا هني ابي ابدأ، قبل لا ابدأ الخطوة الاخيرة بس راح شوي اثبتها اساس يطلع مرتب. احدد اي اتجاه ابي الاتجاه الامامي. انا احس ان هالجهة ارتب من هالجهة، هالجهة فيها شوي فتحات. تقدرون انتو تختارون اي جهة انتو حابين. فراح ابدأ اشتغل على اساس ان هذه الجهة هي الخلفية وهذه الجهة هي الامامية. فلاحظوا راح ادخل في هالغرزة وراح اكمل اشتغل. ما بقول حرف الاكس او زائد، بس يعني هو بهالطريقة، يعني هذا الجهة كذي طريقة مايلة. فمثلا هذا شنو الغرزة اللي قدامها اللي موجودة هني، فراح ادخل فيهم كذي، لان شوي شوي ابي احاول ازم الشغل على اساس ان الغرزة تكون باف اكثر. ويفضل لو تقدرون انكم تدخلون في كل الغرز اساس الشد يكون متساوي على جميع الاطراف، يعني على جميع الاتجاهات. فلاحظوا شلون بس قاعدة ادخل واسحب. كملون نفس الطريقة كل الاتجاهات، واي جهة تحسون انه يبيلها شد على طول دخلوا فيها وسحبوا الخيط. فلاحظوا الحين انا خلصت مشيت على كل الاتجاهات، الخيط طالع من زاوية، انا ابي يكون طالع من النص على اساس لما اي اثبته
بالشغل اللي أنا أو المشروع اللي أنا شغال عليه، فبس راح نخاف أنا هذا طرف مال البداية. نسيت أقص الخيط. فلاحظوا الحين أنا دخلت، الحين أنا بهالجهة، فراح أدخل كذي أساس بس إنه يكون بالنص. راح أستخدم هذا باقي الخيط بس على أساس إني أثبته بالمشروع. وهذا هو درس اليوم، إن شاء الله عجبكم. بليز لا تنسون اللايك والسبسكرايب. حابة أشكر متابعتكم، مع السلامة.